السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي. اليوم درسنا في الرياضيات هو وحدات السعة المترية. أهم حاجة في درسنا وفكرة الدرس هو أقدر السعة وأقيسها. مفردات الدرس هي السعة واللتر والملي لتر. أولا، ما هي السعة؟ ما هي السعة؟ السعة هي مقدار ما يحويه وعاء من سائل. يقاس السعة بوحدات منها الملي لتر ويرمز إليه اختصارا ميم لام، واللتر ويرمز إليه لام لام. الملي لتر يقيس الأشياء الصغيرة، أما اللتر يقيس الأشياء الكبيرة. تعال ننظر كده لبعض التمارين. أولا، القطارة تحوي قطارة 1 ملي لتر من السائل، وهو يعادل 10 نقاط تقريبا. أستعمل في هذه الوحدة لقياس سعة الأوعية الصغيرة. نلاحظ المثال التالي، هو قارورة الماء، هذه تحوي 1 لتر. أستعمل هذه الوحدة لقياس سعة الأوعية الأكثر. نلاحظ أن العلاقة بين اللتر 1 لتر يساوي 1000 ملي لتر. يبقى معنى كده السعة هي مقدار ما يحتويه الجسم، ما يحتويه وعاء من سائل. ولدينا وحدات السعة هي للحاجات الصغيرة ملي لتر، والأشياء الكبيرة لتر. طيب تعالى كده نشوف المثال الموجود أمامنا. اختار الوحدة التي استعملها لقياس كمية الماء التي يشربها عصفور كل يوم. طبعا اللتر كمية كبيرة، العصفور يشرب كمية قليلة من الماء، لذلك فإنني استعمل الملي لتر. طيب نشوف، تعال نشوف المثال التالي. أقدر السعة، ما الوحدة الأفضل لتقدير كمية الماء الموجودة في حوض الأسماك، 50 ملي أو 5 لتر؟ طبعا 50 ملي كمية قليلة وبالتالي فهي غير معقولة، لكن 5 لتر كمية أكبر وبالتالي فهي الكمية المعقولة اللي هي 5 لتر. يبقى معنى كده احنا عرفنا أن السعة هي مقدار ما يحويه الوعاء من سائل، ووحدات السعة أو تقاس السعة بوحدتين، الكميات الصغيرة ملي لتر والكميات الكبيرة لتر. والعلاقة بين اللتر والملي لتر، اللتر يساوي 1000 ملي لتر. تعال كده نشوف بعض التمارين. أتأكد، أولا اختار الوحدة الأنسب اللتر الملي لتر لقياس سعة كل مما يأتي. أولا سطل، السطل يبقى الوحدة المناسبة له هو لتر. بركة أطفال، الوحدة المناسبة له لتر. ملعقة، الوحدة المناسبة له هي ملي لتر. اختار التقدير الأنسب لكل مما يأتي. أولا براد الشاي، هل 3 ملي أم 3 لتر؟ طبعا 3 ملي كمية قليلة جدا، إذا 3 لتر هو التقدير الأنسب. طيب الوعاء 40 لتر أم 40 ملي؟ طبعا 40 لتر. طيب تعال نشوف بعد كده، فنجان القهوة 50 ملي أم 50 لتر؟ طبعا 50 ملي. يستعمل على
ملعقة لقياس كمية العسل اللازمة لتحلية الحليب. هل ملئ المعلقة عسلا يساوي 5 ملي أم 5 لتر؟ طبعا ملعقة العسل 5 ملي. اسقل بعض المواد التي تباع في المتجر وتكون معبأة في عبوات سعتها لتر واحد: الحليب، المياه، العصير. والسلام عليكم ورحمة الله.